الشاعر أحيانا يختصر تاريخ أمة بكاملها في شخصه، وأنا كلما وأنتم وجيلي ومن سبقني ومن تلاني ما رددنا اسم عبد الرحمن الأبنودي إلا وشعرنا برائحة الثورة والشعب المصري وسنوات الكفاح والنضال الوطني، سنوات الانكسار والهزيمة، سنوات الانتصار والعبور. عبد الرحمن الأبنودي يرخص كل هذا، ولهذا المكتبة فكرت وعرضت على أسرته أن يكون في جائزة سنوية باسم هذا الشاعر الغنائي الكبير. وتفضل صديقنا العزيز راعي الآداب والفنون والدافع كل ما هو وطني الأستاذ الدكتور حسن راتب، وقرر أن يكون الجانب المادي لهذه الجائزة على نفقته الخاصة حبا في الشاعر وتكريما له.